بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد، ووفق فضيلة الإمام الأكبر لما تحبه وترضاه، وأعنه على أمور دينه ودنياه. أهلا مرحبا بكم. علم القراءات هو من أجل العلوم، وهو في مبادئ عشرة لكل علم، في مبادئ إيه؟ عشرة لكل علم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، فمن درى الجميع حاز الشرف. أولا حده: ما هو علم القراءات؟ تعريفه وإن شئت قلت إيه حده: هو علم يعرف به أحوال النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. علم خرج بذلك طبعا التفسير واللغة ومعاني الكلمات والنحو والأعراب وكل هذا، كل هذه علوم تتعلق إيه؟ والرسم بالقرآن الكريم. علم القراءات علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل إلى ناقله. فإذا قرأت مثلا، نختار أي آية من القرآن مثلا، ها تفضل. نعم طيب، إذ قال ولا وإذ قال؟ إذ قال يوسف لأبيه، ها إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أداء القرآن، كل القراء العشرة ورواتهم كلهم لله الحمد ثقة، والناقلون عنهم أيضا موثوق بهم، فلا تخف فأنت في الأمان. لو قلنا إذ قال يوسف لأبيه، لو جيت أول حاجة لأبيه، إذ قال يوسف، كلمة إيه؟ أبيه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت، أوقف على أبت إزاي؟ ها جبتها ولا بلا؟ أيوة الله يرضى عليك. يبقى إذا أردت أن أوقف على يا أبت فقط هكذا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبا،
تمام. هذا هو علم القراءات. الآن قرأتها الأول، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت قالون، واندرج معنا دائما البداء بتكون بمن؟ بقالون، لأنهم من عادتهم أن يقدموا نافع، لأنه هو الذي بدأ به إيه؟ الإمام الشاطبي. فهكذا نقول إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، هكذا قالون، واندرج معه على هذه القراءة البصريان أبو عمرو ومين؟ ويعقوب. ها، وأما ابن كثير فلم يندرج مع المله لهم القصر. هذا عندما تقول هذه تقرأ وتقول هذه القراءة لقالون يا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني، يا أبت مع القصر، نقول هذه لأبي جعفر. هذا 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 هو علم إيه؟ القراءات. لكن معرفة الرسم، الوقف والابتداء، معاني الكلمات، إعراب القرآن، هذا كله خارج عن إيه؟ عن علم القراءات. موضوعه كلمات القرآن من حيث إيه؟ يبحث فيه عن أحوال النطق بها، عن أحوال إيه؟ النطق بها. هذا موضوع علم القراءات. ثمرته صيانة القرآن عن التحريف، ومعرفة ما تجوز به القراءة وما لا تجوز به القراءة، والفوز برضا الله عز وجل، وبما أعد من الفضل العظيم لمن اشتغل بكتابه الكريم. فضله، فضل علم القراءات، أنه من أشرف العلوم لتعلقه إيه؟ بكلام رب العالمين، أنه إيه؟ طيب، هل بينه وبين غيره من العلوم نسبة؟ ها؟ لا يوجد. ونسبته إيه؟ التباين. نسبته إلى سائر العلوم إيه؟ التباين. من وضع هذا العلم؟ هذا لما القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه، ولم يكونوا يدونون القراءات، ولم يكونوا يدونون القراءات. فلما كان القراء رضوان الله عليهم السبعة هم أول من دون إيه؟ القراءات. فنافع ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، من كمان؟ عاصم، حمزة الكسائي، هؤلاء السبعة هم الذين دونوا إيه؟ علم القراءات. اسم هذا العلم علم القراءات. طيب، استمداده انا اقول لك عليها، حاضر، خلص بس المداد. استمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يبقى منين بنأتي بهذا العلم يا شيخ؟ من مبدئيا عن رسول الله، عن نزل به الروح الأمين، عن جبريل، عن رب العزة. القرآن الكريم نزل من علم الله إلى اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ومن بيت العزة في السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن استمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراء، عن أئمة القراءة، عن مشايخهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم هذا العلم، هذا العلم كسائر العلوم الشرعية تعلمه فرض ايه؟ فرض كفاية. طيب مسائله، دائما نقول في العلوم القضايا التي يندرج تحتها ايه؟ جزئيات. كقولنا مثلا كل همزتين متفقتين في آخر الكلمة، كل همزتين متفقتين في كلمتين أسقط الأولى منها أبو عمرو، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلى. هذه قضية يندرج تحتها إيه؟ وجاء أحد، جاء أمرنا، جاء آل لوط، يندرج تحتها جزئيات. هذا معنى القضية. القراء والكتب التي ألفت في القراءات كثيرة جدا، من القراء منهم من ألف وذكر عدد من القراء كثير أو قليل، وابن مجاهد المتوفي سنة 325، ابن مجاهد هو أول من جمع السبعة في كتاب، ولذلك يقولون هو إيه؟ أول وين ذكر أكيد ذكر الكتب، شوف له حتى هنا جايب عدد كبير جدا. هذه هي مبادئ علم القراءات، لأن أول من جمع السبعة في كتاب هو ابن مجاهد، وكان تقريبا وفاة 325. عندك موجودة؟ نعم، الله أعلم. الإمام الشاطبي رحمه الله هو الإمام أبو القاسم ابن فيوره بكسر الفاء وبعدها ياء مادية،
ثم رأيه مضمومة مشددة. نعم. الإمام أبو القاسم ابن في يره، في يره ومعناه بلغة العجم الحديد. ولد الشاطبي سنة 538 هجري، قرأ القرآن وأخذ القراءات عن الإمام أبي الحسن علي بن هذيل، عن الإمام أبي داود سليمان بن النجاع، عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعين الداني مصنف كتاب التيسير، وأخذ أيضا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن العاص عن أجلاء عصر. توفي بمصر سنة 590. هو ألف الشاطبية رحمه الله وكان رجلا ورعا تقيا، وعلى الرغم أنه كان كريم البصر إلا أنه كان لا يبدو عليه ما يبدو من الإخوة اللي هم فاقدين البصر، تلاقي لهم لمؤوزة كده إيه حركات مش عارف إيه، يعني اللي يقعد بجواره لا يظن أبدا أنه فاقد البصر. كان يجلس للإقراء، فجلس ذات يوم وقال، كان عادته أن يقول من جاء أولا فليقرأ، من جاء آية أولا فليقرأ. في هذا اليوم قال من جاء ثانيا فليقرأ. سبحان الله، الرجل اللي كان إيه صحى من النوم بسرعة ومستعجل وعايز يلحق إيه، يبقى هو الأول. بس للأسف ان هو كان ايه احتلم ونسي انه احتلم. فالشيخ جلس وقال من جاء ثانيا فليقرأ، فذهب بسرعة واغتسل وجاء قبل ان يفرغ الثاني وجلس. فلما فرغ الثاني قال من جاء أولا فليقرأ. ويقول أبو شامة رحمه الله في مدح الشاطبي، هو في مدحه هو غني عن المدح وعن التعريف، رأيت جماعة فضلاء فازوا بصحبة شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. هو رحمه الله لما ألف الشاطبية هو عملها بطريقة عجيبة، عملها رموز وجمع القراءات وكل شيء عظيم جدا. فبعض إخوانه من العلماء قالوا له أتعبت نفسك، وهذه القصيدة صعبة جدا فهمها ومش حدش هيفهمها. فقال هذه سيقيد الله لها فتى يقوم بها ويشرحها ويوضحها، فمن هذا الفتى؟ السخاوي تلميذ الشاطبي، وهو أول من شرحها، له كتاب عندنا موجود شرح الشاطبية له في مجلدين مسميه فتح الوسيط ولا فتح الايه، نعم مش كده، فتح الوسيط في شرح القصيد، وتوالت الشروح وبارك الله تعالى فيها جدا، عليها شروح كثيرة جدا
حتى إن كثير قل من في هذا الزمان وقبل هذا الزمان قل من يتعلم القراءات دون أن يحفظ الشاطبية أو يمر عليها. لما ألفها طاف بها حول الكعبة 12,000 إلى 12,000 أسبوع. يعني إيه أسبوع؟ يعني 7 أشواط طاف حول الكعبة بها إيه؟ وفي كل موطن من مواطن الدعاء يدعو الله تعالى ويقول يا رب انفع بها من حفظها وقرأها إلى آخر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت فجلست بين يديه وقدمتها إليه وقلت يا رسول الله انظر هذه القصيدة. قال فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المباركة وقال هي مباركة من حفظها دخل الجنة. وقال إيه؟ هي مباركة من حفظها دخل الجنة. زاد القرطبي ومن مات وهي في بيته دخل الجنة. لأن عايز أقول لحضراتكم ما فيش حد هيحفظها إلا إذا كان حافظ إيه؟ القرآن أولا. وبعدين هي محتاجة جهد، لا يعني ما مش بسهولة الإنسان يحفظها، ولكن كل شيء إذا تركته لله هان عليك تركه، وكل شيء إذا عملته لله استهنت كل صعب في سبيله، لعلما يكون إيه؟ لله. فلما توالت الشروح عليها، ومن أجل هذه الشروح ومن أنفعها شرح الشيخ علي الضباعي اللي احنا إن شاء الله هنتناوله، مع لأنه مختصر لا نريد إيه عن الإطالة عشان بس نفهم معاني الشاطبية فقط، يكفينا إن احنا بس إيه نفهم معانيها، وأمامكم المجال مفتوح للانطلاق. يقول في الطيبة وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. نزل القرآن على 7 أحرف، وهذا الحديث بلغ حد التواتر، بلغ حد التواتر. واختلف العلماء في المراد من الأحرف الـ7 على أقوال كثيرة، منهم من قال حلال وحرام. طيب حلال وحرام وقصص ووعظ إلى آخره، طيب هذا لا اختلاف فيه صح، إنما كان الاختلاف في ألفاظ القرآن ذاتها. وهذا الاختلاف سبحان الله، تأمل جمال القرآن وجزلته وفصحته وبلغته مع اختلاف القراءات وحذف ألفاظ وزيادة ألفاظ وحذف حروف أو زيادة حروف أو تغيير حركات الحروف، تجد أن القرآن متماسك لا يختل. مثلا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، طيب قالوا أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. شوف قراءة إيه وأتباعك حالة يعقوب الحضرمي. طيب قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نعم من رواية السوسي. لو أن حضرتك جيت على
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، سقط اللوى بين الدخول فحوملي. شلت حرف البيت هينكسر، صح؟ البيت ايه؟ هينكسر. ولكن كل من عند الله، وهو منزل من عند الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب خلي بالك، هنجيب آتا برضو تغييرات بسيطة كده. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو، أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. شوف الفرق قد ايه، ده إدغام، الإدغام الكبير للسوسي. هاي كمان مرة خلي بالك. فلما جاءت قيل هكذا عرش قالت كأنه هو، أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. القوة والجزالة والفصاحة والجمال هو هو. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ده من بعض النماذج. الحاجة الثانية، أحيانا القراءتان لا يتغير المعنى معهما، وأحيانا يتغير ويكون كل من المعنيين مرادا. خلي بال حضرتك، كل إيه؟ وما هو على الغيب بضنين، بالضاء، الضاء بيسموها الضاء إيه؟ يعني إيه المشال؟ ها اللي شايل ألف. طيب الظنين معناها المتهم، نعم متهم. طبعا الرسل والأنبياء لهم صفات رئيسية، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم، وضف له الفطانة، ومثله تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما روى. وأشهد أن رسلك أنبياء صادقون فطنون مبلغون مبرؤون عن كل ما شاء. هذه تجمع إيه؟ ما يجب إيه؟ للرسل. قال وما هو على الغيب بظانين، يعني ليس متهما بل هو إيه؟ أمين. طيب القراءة الأخرى، وما هو على الغيب بضنين بالضاد معناها ايه؟ بخيل. في واحد لم يكن بخيلا بل كان ايه؟ كريما. ولم يكن ها متهما بل كان مأمونا. وما كان لنبي ان يغل، وما كان لنبي أن يغل. الغلول معناه ايه؟ حاجة تعدي على أخذ شيء خفيا من الغنيمة قبل القسمة. الله يرضى عليك، قول علي صوتك شوية عشان نسمع حضرتك. الأخذ من الغنيمة قبل إيه؟ القسم. طب إيه اللي حصل بقى في القضية دي؟ ها؟ في قطيفة فقدوها، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله أخذها.
لعل رسول الله ايه اخذها. طيب هنا اللام دي لام ايه؟ وما كان للنبي ان يغل، لم يكن الله ليغفر لهم، اسمها لام ايه؟ لام الجحود، لام ايه؟ الجحود. وما كان لنبي ان يغل، ما يحصلش منه كده، ما يحصلش منه غلول، عيب، صح. طيب القراءة الثانية، وما كان لنبي ان يغل، مجرد نسبته الى الغلول لا ما يصحش، او يوجد غالا، تمام، يعني لا يصح ان ينسب اليه الغلول ولا يوجد ايه غالا، يبقى اذا كل قراءه ادت ايه معنى، والمعنى يعني ايه؟ واهل العلم يقولون القراءتان ها كالآيتين، القراءتان كالآيتين. في نماذج كثيرة على هذا، هتيجي إن شاء الله في مع مناسبة. نأتي بقى إلى الأحرف السبعة، وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، نعم، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول اختيار السادة العلماء من هذه الأحرف، الأول اختلاف الأسماء في التذكير في التثنية والإفراد والجمع، الاختلاف في الإفراد والتثنية والجمع، وهذا كثير في القرآن. وأيضا التذكير والتأنيث. هنأخذ نماذج على إيه؟ الاختلاف في سورة البقرة، يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن كان مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه ها فدية طعام وفدية طعام مساكين، مسكين ومساكين. في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لمن هذه القراءة؟ ها وإخوتكم حرز، ها يعقوب الحضرم، وإخوتكم حرز بدل أخويكم إخوتكم، لقد كان في يوسف وإخوته آية، أوحد للمكي آيات الولى، غيابات بالجمع نافع، الإفراد والتثنية والجمع. في سورة سبأ وهم في الغرفة آمنون لحمزة، فهذا إيه؟ والتذكير والتأنيث، مثل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في سورة النحل بالياء مع أن يتوفاهم لحمزة أسجلة، الإمام حمزة رحمه الله يقرأ الموضعين بإيه؟ بالياء، الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين يتوفاهم الملائكة طيبين. يبقى الأول الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والنماذج في القرآن على هذا إيه كثير. تصريف الأفعال
اختلاف تصريف الأفعال بين ماضي ومضارع وأمر. ومن تطوع خيرا ومن يطوع خيرا. دي قراءة حمزة والكسائي، الله يبارك فيك، حمزة والكسائي. و فلما تبين له قال اعلم بفعل الأمر، والباقون ايه؟ قال اعلم. وفي سورة الأنبياء وقل قال عن شهد وآخرها علم. ها قال ربي يعلم القول وإيه وقل ربي، وآخرها قال ربي ها وقل ربي. وهذا أيضا في اختلاف تصريف الأفعال كثير في القرآن الكريم. الثالث اختلاف وجوه الإعراب. خلي بالك، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. المكي وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. يبقى تصير قراءة المكي يا شيخ محمد، اصحى يا باش مهندس، هكذا. فتلقى آدم من ربه كلمات، يصير آدم ايه اعرابه ايه؟ مفعول به مقدم ولا مؤخر؟ طيب، وكلمات فاعل، لأن كل ما تلقيته فقد تلقاك. خدت بال حضرتك؟ كل ما تلقيته فقد تلقاك، فهو تلقى الكلمات من ربه والكلمات تلقته، يعني أتت إليه. تمام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قراءة مين؟ نافع. لا نافع بس. وتسأل ضم التاء كم؟ وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. قراءة القراء الستة ما عدا نافع. نافع ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لما لم يؤمنوا، ها إنما عليك إيه أن تبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه ربنا خاطبه خطاب الشفقة، خاطبه خطاب إيه؟ أيوة، فلعلك باخع نفسك. باخع يعني قاتل نفسك أسفا، يقال بخع نفسه يعني إيه؟ قتلها إيه؟ حزنا وأسفا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي النبي ما لم يؤذى أحد قبله من النبيين، وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمره تدميرا. مواقف، خلي بالك حضرتك، في غاية القسوة، في غاية القسوة، لكنهم إذ أضمروا الضغائن ما ممكنوا فاستضعفوا من آمن. عمار الطيب أمه أبه أم بلال وبلال أم بلال
وبلالا عذبه أمية ومنهم جارية ومنهم زنبرة الرومية أم عنبس كذا وابنتها وابن فايرة فذي سبعتها ابتاعها الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق. مواقف لو تأملتها قوية وشديدة على النفس، ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم حتى اللهم اغفر لقومي، ها دعاء واستعطاف واعتذار، واعتذر عنهم كمان. فهنا ربنا قال ولا تسأل ما لهم لم يؤمنوا، وأيضا لا تسأل عنهم لما زي ما عليك من حسابهم من شيء. ده الرابع، الاختلاف بالنقص والزيادة، وهو كثير في القرآن، مثل وسارعوا الآن لأبلائه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا قراءة من؟ وسارعوا قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى قل سارعوا ها لا واو قبل الكاف رمز المين. انا عايز تحفظوا الشربيه، هنعمل تسميع وعايز شغل رجاله معايا، ربنا يعينكم كده واحفظوا هذا العلم لله، ربنا يعينكم عليه، عايز اهم عاليه ان شاء الله ربنا يعينكم عليه. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلى، الكاف رمز المين والالف انجلى الهمزة، لا سواء همزة وصل ولا قطع كل واحد يصير نافع، ها ومين ابن عامر سارع بدون واو. وهي كذلك في الرسم، فهي في مصحف أهل الشام وأهل المدينة بدون واو، فكل يقرأ بقراءة المصحف الذي أرسله إليه سيدنا عثمان. هكذا يقول خيل أقراب القصائد وسارع الواو مكي عراقية وسارع الواو في المصحف المكي والبصري وأهل البصرة وأهل الكوفة وسارعوا ومكة يا مكة والبصرة والكوفة، فضل عندنا إيه المدينة والشام بدون واو. وبهذا يقرأ إمام أهل المدينة الإمام نافع رحمه الله، وبها يقرأ ها ابن عامر الشامي بالشام. هذا وأيضا في نفس السورة يقول إيه وسارع الواو مكي عراقية وبا وبزبر الشام فشا خبر وبالكتاب وقد جاء الخلاف به في سوق في قبل لتبلغن فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. تمام، هذه قراءة القراء ما عدا ابن عامر. أما ابن عامر فإنه يقرأ جاءوا ها بالبينات وبالزبر والكتاب المنير من الروايتين. نعم
خلي بالك، وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام. هشام جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ابن ذكوان بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. أيضا في سورة النساء، ولو أن كتبنا عليهم ها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا لمن، نعم التقديم والتأخير من الأوجه، أوجه الأحرف السبعة، التقديم والتأخير، كما في قوله رحمه الله هنا قاتلوا أخر شفاء، وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا. الشين رمز لمن؟ ها شين احفظ الرموز، أبج داز حطي كلم نصع فدق رسد فقد ضغط ضغط، تحفظ الرموز إن شاء الله عشان تبقى سهلة عليك. في قوله تعالى في سورة آل عمران في آخر السورة هنا قاتلوا أخر شفاء، ها الآية إيه بقى؟ من جبنا الآية؟ يلا عايز أسمع صوت حضرتك كده. تصير إيه؟ وقتلوا وقاتلوا، وقتلوا وقاتلوا، هذه قراءة الأخوين حمزة والكسائي. وأيضا في سورة براءة، في سورة إيه؟ براءة اللي هي سورة التوبة، إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون. هذا التقديم والتأخير. الإبدال أيضا يعني جعل حرف مكان آخر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هكذا إيه بالباء. وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا، تصير إيه هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تتلو يعني إيه؟ تتبع. وتبلو المهم من معنى إنها تجد كل ما، زي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الاختلاف السابع كده خدنا كام؟ ستة صح. اللهجات يدخل تحتها أنواع كثيرة، منها الإدغام، الإدغام زي ما قرأنا إيه للسوسي، الإدغام سواء الصغير أو الكبير، زي هكذا عرش قالت كأنه هو مثل الإدغام. ومنها إيه الفتح، الإمالة، الإمالة الصغرى والكبرى، والإسكان للتخفيف زي السحت واليسر، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا يسرا. دي لهجات بس. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بضم الغين
وساكنة شغل شغل ضم ذكرا، يبقى الباقي ايه؟ في شغل، في ايه؟ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل. وزي السحت، اكالون للسحت واكالون للسحت. ولا تدخلوا بيوت النبي وبيوت النبي. وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. ومثله وما يعزب عن ربك، يعزب عن ربك. قالوا ومن يقنط، ومن يقنط. كل هذه إيه؟ داخلة تحت اختلاف اللهجات. إذن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، وهذه السبعة أحرف هي التي استقر عليها العرضة الأخيرة. والقراءات اختلف العلماء في القراءات، هل القراءات المتواترة هي السبعة فقط؟ وبهذا قال الإمام النووي والشيخ سلمان الجمل صاحب حاشية الجمل على الجالين، أيضا قال إن ما وراء السبعة إيه؟ شاذ. ولكن الصحيح والذي اختاره المحقق ابن الجزري وعليه فتوى السبكي أن القراءات العشرة كلها متواترة، لأن أولا الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع رضي الله تعالى عنه هو شيخ نافع، هو إيه؟ شيخ نافع. ثانيا يعقوب الحضرمي أيضا وهذه قرأ على أبي عمرو وخلف، لم يختلف عن حمزة والكسائي وشعبة إلا في كلمتين، خلف العاشر اللي هو في اختيار، وخلف بيروي عن حمزة وهو ايه؟ مستقل بقراءة، لم يخرج عن قراءة الكوفيين قط، بل لم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في كلمتين، الأولى دري، كأن الزجاجة كأنها كوكب دري، قرأها مثل حفص، في حين ان حمزة يقرأها دري، والكسائي دري، وشعبة ها دري، فهو قرأها ايه؟ مثل حفص دري. وفي قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، حمزة والكسائي حرم، وحرم على قرية، حرم وحرام كحل وإيه وحلال، فلم يخرج عن قراءة الكوفيين، بل لم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في هاتين الكلمتين. فالصحيح أن القراءات العشرة كلها إيه؟
متواترة. شروط القرآن ثلاثة. الأول جمعها ابن الجزري رحمه الله قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. الركن الأول أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، لا اشترط أن يكون راجح أو مرجوح، المهم تكون إيه؟ موافقة لوجه من وجوه إيه؟ اللغة العربية. مثل قوله تعالى من ضمن الآيات اللي حصل يمكن في وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ها آه آه نعم آه ها طيب أبو جعفر لا طبعا حصل طعن عليها، ولكن لا مجال للطعن طالما أنها ثبتت والقرآن يحكم على اللغة ولا تحكم اللغة على القرآن، ولا توجيهها. توجيهها اتباع حركة التاء للضمة التي ايه في سجده، لأن الانتقال من الكسر إلى الضم عسير، والساكن حاجز غير حصين. هذا بعض ما قيل فيها، ولكن هي طالما صحت يجب إيه أن تقبل. طيب آية في القرآن الكريم: وأما الذين سعدوا. طيب هي سعدوا هنا مبني إيه المجهول، والواو ها لا الفاعل. طيب هي سعدوا، سعد بتنصب مفعول، ها لازم امال ازاي بقى جت كده ها؟ ولذلك الناظم رحمه الله عندما ذكرها قال: وفي سعدوا فضم صحابا، يبقى صحابا لمن؟ حمزة والكسائي وحفص. وسل به، اسأل كده فتت شوف حكايتها ايه. هي لغة للعرب ولكنها هجرت، ومنها مسعود عبد الله ابن ايه ابن مسعود. يا مسعود تأتي من اللازم من ولا المتعدي؟ زي مقتول مضروب. يبقى إذن أن تكون موافقة لإيه؟ ولو احتمال، لا ولو مرجوح. الرسم العثماني هل هو باجتهاد الصحابة ولا بأمر من رسول الله؟ نعم نعم، هو بأمر وتوقيت من رسول الله كما قالوا، وإلا فكيف تهتدي العقول بسر زيادة الألف في لأذبحنا. فأن يكون موافق للرسم ولو إيه بقى هنا إيه يعني إيه احتمالا، لأنه جرى كثيرا في الرسم زي مالك يوم الدين، مالك
يوم الدين فيها قراءتان: ومالك يوم الدين راويه ناصر. يبقى مين اللي بيقول مالك؟ عاصم والكسائي. وباقي القراء: ملك يوم الدين. نعم، لا خلينا بس على السؤال سبب، ومالك حفظ ولا ايه؟ طيب، من قرأ ملك فقد وافق الرسم حقيقة، فقد وافق الرسم ايه؟ حقيقة. ومن قرأ مالك فقد وافقه احتمالا، لأنه جرى حذف الألفات كثيرا في القرآن، وهو نوع من أنواع الرسم، في رسم اصطلاحي ورسم إملائي. الإملائي ما وافقت فيه القراءة الكتابة. الرسم إيه؟ الإملائي ما اتفقت القراءة والكتابة عليه. والاصطلاحي أو العثماني ما خالفت فيه القراءة الكتابة، مثل الزيادة والنقصان. الزيادة زادت في لأذبحن، ما السر فيها؟ والنقص كما في مالك وفي كل جمع مؤنث، في كل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، هتلاقي كلها محذوفة الألفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. يبقى إذن يشترط اللغة العربية وأن تكون موافقة للرسم ولو احتمالا، وأن تكون في عندنا صحة وتواتر. صح، الحديث الصحيح تعريفه إيه؟ ما رواه الثقة عن الثقة من أول السند إلى منتهى، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واحدا، ولو كان واحد. أما القرآن فزادوا في الاحتياط له، فيشترط التواتر. التواتر هو ما رواه جمع عن جمع، لا يمكن اجتماعهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى التواتر. يعني احنا، انا والشيخ محمد والراجل ابو عم خضر سلام، ولا اسمك ايه؟ سلام نجاشي. نتفق احنا التلاتة على موضوع، وانت يا شيخ روح شيعه هنا وانا شيعه هنا، لكن تقدر توفق أهل مصر كلهم عليه؟ تجمع أهل مصر؟ يستحيل. فهذا معنى إيه؟ التواتر. طب يا جماعة حضرتكم بتقول التواتر، طب ما احنا بنقرأ برواية مين؟ حفص، عن عاصم، طيب، النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو واحد عن واحد هم. فما الجواب؟ هذه القراءات المنسوبة لعاصم ونافع وباقي القراء كان يقرأ بها أمم لا تحصى ولا تعد. حسبك أن ابن مجاهد كان في مجلسه 70 عريف، ابن مجاهد. والإمام ابن عامر الشامي ولد سنة 8 هجرية،
ومات سنة 118، وقرأ القرآن على أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قرأ على عثمان ابن عفان، هناخد إيه ابن عامر مثال. طيب شوف بقى حضرتك، ابن عامر كان في مجلسه 400 عريف، 400 يأخذون على الناس ويعلمون الناس، يعني ولا جامعة عين شمس، صح صحيح. يعني لما يبقى 400 عريف وظل يقرئ الناس كم سنة بقى؟ ها يعني هو بقى ولد سنة 8 هجرية، افرض ان هو بدأ يقرأ وهو عمره 20 سنة، يبقى سنة كام؟ الى سنة 218، يبقى كم سنة؟ يعني حوالي 90 سنة حتى يقرأ الناس، يبقى اخذ عنه القرآن كم واحد تستطيع عدهم؟ ها لا تستطيع. يعني معنى القراءة لا تظن أن القراءة ده نصوص العلماء ما هو من بيتنا، لا تظن أن القراءة المنسوبة إلى ابن عامر الشامي إمام أهل الشام كان يعني إيه مفرد، لا ده يعني آلاف وبلاد بأكملها وأمم وقرون توالت، صح يا توالت إيه أعداد لا تحصى ولا تعد. شوف حضرتك بقى لما يكون 400 عريف وعلى مدار 70-80 سنة، ولذلك يقولوا أما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت الإقامة فيها بعبد الله. فهذا معنى التواتر. القراءات العشرة كلها على الصحيح أنها إيه متواترة، وما وراءها إيه شاد. نبدأ في الشاطبية ولا ناخد سند القراء؟ سند القراء السبعة، الأول نافع رحمه الله، معنى السند الرجال الذين نقلوا القرآن، جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا القرآن عذبا وسلسلة. الإسناد من خصائص هذه الأمة ولا كان موجود في الأمم السابقة؟ علي صوتك كده اسمع، وهو نعمة عظيمة، نعمة من نعم الله على هذه الأمة. شوف حضرتك اتصال الإسناد والبحث، وده منقطع وده متصل وده، والجرح والتعديل. الجرح والتعديل يجوز للرواة ولا لا يجوز؟ ومن كمان ها والشهود لست غيبة كرر وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستغث واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. يعني يجوز الجرح، جرح الرجل بما فيه إذا كان لمصلحة في الحديث. نعم نعم خدت بال حضرتكم. فعلم الإسناد ده ربنا سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، على صدر هذه الأمة بحفظ كتابها
وحفظ سنة وحفظ الوحي الثاني، الوحي الثاني اللي هو ايه؟ السنة. وتكفل الله تعالى بحفظ الوحيين. وكان طبعا من اهم اسباب حفظ الوحي الاسناد، ولولا الاسناد لقال من شاء ما قال. في حديث في مسلم عن سالم بن عبد الله لما سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له إنه لقبيح بك وأنت ابن إمام يهودا أن تسأل عن شيء في الدين فلا يوجد عندك علم به. فقال أقبح والله من ذلك عند الله وعند من عقل أن أحدث أن أقول بغير علم أو أحدث إيه عن غير ثقة. فمن الله تعالى علينا بهذه النعمة العظيمة ووفق صدر هذه الأمة لحفظ كتاب ربها وسنة نبيها، ووفق آخر الأمة أيضا، جزى الله هؤلاء الناس القائمين اللي بينزلوا الكتب على ايه في بتاع التليفون اللي بيجيبوا كتب على التليفون والحاجات دي، نعم الموسوعه والامور دي كلها من نعمه الله علينا، وربنا يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. نافع قرأ على 70 من التابعين، منهم يزيد وشيبة ابن نصاح وعبد الرحمن ابن هرمز، وقرأوا على ابن عباس على أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد لا تتكلم فيه، كلهم إيه ثقات. نعم على أبي بن كعب. ابن كثير قرأ على عبد الله ابن السائب المخزومي الصحابي، وعلى أبي بن كعب، وعلى مجاهد ودرباس مولى ابن عباس، على ابن عباس، على أبي وزيد بن ثابت، على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمرو قرأ على ابن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير، على ابن عباس، على أبي، على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عامر الشام قرأ على أبي الدرداء، وقيل إنه قرأ على عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ على المغيرة ابن أبي شهاب عن عثمان، وقيل إنه قرأ على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ده ابن عام. بعد مين؟ عاصم. عاصم كان كريم البصر، وكان فصيحا، إذا تكلم كاد أن يدخله خيلاء، وكان من أجمل الناس صوتا بالقرآن الكريم. قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، وقرأ على زر بن حبيش. أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل القدر، وهو الذي روى الحديث المشهور خيركم إيه من تعلم القرآن وعلمه، وجلس في مجلس الكوفة
يقرئ الناس حوالي 70 سنة، وكان يقول: هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس. يقول: قرأت القرآن على علي بن أبي طالب، وكنت وأمسكت عليه المصحف فقرأ علي كثيرا، وكنت أقرأ الحسن والحسين فكان يقرآن على أبيهما، فربما أخذ علي الحرف بعد الحرف. من أشهر من قرأ على، شفت، ظل زي ما أقول لحضراتكم، مش معنى عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عبد ابن حبيب السلم، مش واحد، ده أمم قرأت عليه، أمم قرأوا عليه. من أشهر تلامذته عاصم، وعاصم أيضا قرأ على زر بن حبيش عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدور حمزة ابن حبيب قرأ على سند أهل البيت، قرأ على جعفر الصادق عن على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الإمام الحسين على أبيه الإمام علي على رسول الله. هذا عن حمزة. حمزة كان إمام عظيم القدر، ورع متقي، وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن المنتلة. يبقى حمزة قرأ على جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الإمام الحسين على أبيه الإمام علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر تطلع في واحد فيهم بقى، زي ما لله الحمد. وكل وهؤلاء ليسوا أفرادا وإنما أمم. بقي البدر السابع، وهو الكسائي، قرأ على حمزة بسند حمزة. وهذا وبالله التوفيق، وأرجو من السادة الحضور ربنا يوفقنا ويوفقكم لخدمة كتابه وحفظ كتابه. إن شاء الله موعدنا كل يوم أربع من قبل الساعة 10، حضرتكم أي حد عايز يجي من قبل الساعة 10 موجودين. ولا بس ياريت بقى حفظ الشطبية كده يبدأ، نبدأ سوا كده، ايه، كل اسبوع كل واحد يحفظ 20 بيت. اتفقنا؟ ها، من اللي هيحفظ؟ اللي يحفظ ارفع ايده. هلا اكيد. نعم رضوى، ها، هتسمعي القرآن؟ طيب ان شاء الله ربنا يبارك فيكم، وعايزين شغل جد، وتعبوا، اللي يتعب للقرآن هيتعب له القرآن، صدقوني. يأتي في ذاك حديث رواه الآجري وغيره، يأتي القرآن، خلي بالك، يأتي القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب. يأتي القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل إيه؟ الشاحب. الشاحب ما معناها؟ الذي تغير وجهه من أثر مرض أو جهد أو نحو ذلك، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك
وأضمعت نهارك. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة يشفع لأهله، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، ثم قال كأنهما أفقان من طير صواف. يعني المعاني قراءتك دي بتتجسد، المعاني بتتجسد. وربنا يوفقنا وإياكم، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، واجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة، واجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن أحب إلينا من كل شيء، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.